بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة سوسن سامي انجليش. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تيست 1 لليونت 10 للصف الثالث الإعدادي من كتاب جيم الترم الثاني، الوحدة ترافلينج أبرود، زي ما احنا كنا حللها مع بعض كده في كتاب جيم. هنحل النهاردة الامتحان ترافلينج فور وورك، أنا أسفة، هنحل النهاردة الامتحان بتاع الوحدة مع بعض. ممكن تحله وبعدين تصححه معايا وتشوف كده الأخطاء، أو يعني الأخطاء اللي انت عملتها ايه، وعشان تفهمها معايا وتقيم نفسك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. Finish the following dialogue. تامر والأسيستنت بيتكلموا. تامر is buying a ticket at a train station. تامر بيشتري تذكرة من محطة القطر. فتامر بيقول ايه؟ Good morning. Can I book a ticket to Aswan please؟ ممكن يعني احجز تذكرة كده أسوان لو سمحت. قال له sure. فهيسأل سؤال، قال له return please. What time is the next train؟ مدام قال return please يبقى كان السؤال single or return. بس احنا مش عايزين نجاوب على طول الا ما نقرأ المحادثة كلها. فهيسأل قال له القطر الجاي امتى؟ فهيقول له معاد مثلا. قال له I should hurry then. اذا انا لازم بقى ايه اجري اسرع شويه. وهيسأله سؤال، قال له اتس 100 باوندز، ب 100 جنيه. اكيد هيسأل على سعر التذكره. وات بلاتفورم داز ذا ترين ليف فروم؟ طب انهي رصيف القطر بيمشي منه؟ وليكن مثلا رصيف نمره 5. تعال نحل بقى، نقول كان اي بوك ا تيكت تو اسوان بليز شور. طبعا الاجابه المعروفه هنا سنه ثالثه سنجل اور ريتيرن. Single or return. قال له return please. What time is the next train؟ هيقول له مثلا ايه after 10 minutes. After 10 minutes يعني بعد 10 دقايق القطر جاي. I should hurry then. عشان كده لازم بقى يعني اجري شوية. وهيسأل سؤال، عايزة سؤال عن سعر التذكرة. يبقى how much is the ticket، او is it how much is the ticket، أو how much does it cost. ماشي. which platform does the train leave from؟ هيقول له مثلا ايه platform number 5 مثلا. تعال بقى نشوف situation. write what would you say in each of the following situation. you want to know how long the train takes to أسيوط. انت عايز تعرف القطر هياخد قد ايه عشان يروح أسيوط. يبقى how long بيسأل عن المدة. does the train to أسيوط take. ماشي سنة تالتة علامة استفهام. you want to ask about the time of the train arrive from أسوان. عايز تعرف امتى القطر او يعني ميعاد وصول القطر اللي جاي من أسوان. يبقى ايه when does the train from Aswan arrive. هيوصل امتى؟ ماشي. طيب the booking clerk يعني موظف الحجز asks you، بيسألك if you would like a single or a return ticket. بيسألك انت عايز تذكرة single او ولا return. هتقوله مثلا ايه single please. الرد بتاعك هيكون single please او return please اللي يعجبك. طيب نشوف ال comprehension سنة تانية تالتة. read following then answer the questions. last summer holiday الصيف اللي فاتت احمد decided to make a journey from Cairo to Alexandria by train. احمد قرر ان هو يعمل رحلة من القاهرة لإسكندرية بالقطر. he reached the station about half an hour before the departure of the train. يعني هو وصل المحطة بعد حوالي نص ساعة قبل مغادرة القطار. The station was very crowded. المحطة كانت مزدحمة. He stood on the line يعني وقف في الطابور and bought a second class ticket. واشترى حجز يعني تذكرة درجة تانية. The train came at the right time. القطر جه في ميعاده صح. And everybody tried to get in the train. وكل واحد كان عايز يدخل القطار. طيب هنا بقى معايا سنة تالتة كده.
فاست خلاص على ان كل واحد هيدخل القطر بسرعه يعني. When the train left the station, ولما القطر بقى ساب المحطه, احمد looked outside, احمد كده بص بره, to enjoy the beauty of nature, قاعد يتفرج على جمال الطبيعه. The train was running through green fields, القطر كان كده بيجري في وسط حقول خضراء. There were plants, كان هناك نبات القمح. Here and there, هنا وهناك. It was wonderful, كان رائع جدا. Inside the train, passengers were talking together, يعني كان الركاب بيتكلموا مع بعض. Others, والآخرون, were reading newspapers and magazines, بيقروا كده مجلات وجرايد. One passenger stood and began to read out a poem he had written, واحد من الركاب كده قام وراح قاري قصيدة هو كتبها. Passengers clapped their hands, الركاب سقفوا. After he had finished, بعد ما خلص, أحمد can't forget that journey as it has given him much pleasure, أحمد عمره ما هينسى الرحلة دي لأنها ادت له متعة كده خاصة يعني. What did أحمد decide to do last summer, أحمد decided to what, decide أحمد, طبعا الإجابة أحمد decided to make a journey from Cairo, يعمل رحلة from Cairo to Alexandria, to Alexandria, to Alex, ممكن تخطط عليها في القطع. طب when did أحمد arrive at the station, هو وصل المحطة امتى؟ he reached about half an hour, هي الإجابة هي, he reached about half an hour before the departure of the train, دي الإجابة رقم 2. طيب what did أحمد look outside, why did أحمد look outside the train, ليه كان باصص بره؟ عشان يستمتع بجمال الطبيعه, دي نمبر 3 ماشي. طيب choose the correct answer, when the train arrived at the station, passengers read newspaper, clap their hands, talked together, كان بيتكلموا مع بعض. The underlined word others refer to passengers, كان بتشير الى الركاب. تعال نشوف القصه. Lady Anne طبعا الاجابه like to ride black beauty around the park, الاجابه رقم C. Lady Smith like the latest fashion, رقم A. Ginger طبعا he said if they don't tighten the reins more I will what they make ask me, دي رقم E. ان شاء الله اديلكم ملخص كده للشابترز باذن الله, مش هقعد فيها كتير يعني. Black Beauty طبعا الاجابه رقم B. Was a popular horse with Ariel Smith's wife as well as his daughter, دي رقم B. طيب answer the following questions. Do you think that Ariel really loved the horses, هل تعتقد ان Ariel فعلا بيحب ال horses؟ Yes. طيب تعتقد ليه كده؟ Because he bought مثلا Black Beauty, اشترى Black Beauty and مثلا ايه bought him put it in his field مثلا. Do you think that Ginger was right to start to kick again? Yes. ليه بقى؟ Because the reins, لان ايه اللجام, the reins were very hard to her, كان يعني قاسي جدا, اللي هو اللجام كان قاسي جدا عليها. تعال نشوف choose the correct answer. I am going to a train ticket to Aswan, I am traveling today, I am going to book, I am going to book the train to Mansoura at 10 past 11, طبعا leaves my room at the hotel school as it has air conditioning, conditioning اللي هي تكييف هواء. There are a lot of people waiting for the next train, it's going to be طبعا busy, يوجد كثير من الناس مستنيين القطر الجاي, هيبقى busy يعني crowded. How long does the express train A to arrive, طبعا take to arrive in Luxor, can you tell me which A the train leaves from, platform انهي رصيف القطر بيغادر منه. تعال نكمل السنة الثالثة مع بعض, انا كتبت لكم الباراجراف على فكرة عشان ما اخدش وقت في الفيديو. تعال نشوف الريرايت. I've already arranged to visit the museum tomorrow, visiting, طيب يبقى هنستخدم I am المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل. I am visiting the museum tomorrow, ماشي سنة تالتة. طيب
عندي هنا will. عادل may travel to Alexandria by train. عايزة will. حاضر. يبقى عادل سهلة جدا. will travel. شيل may وحط will. travel to Alex by train. ماشي. طيب I intend to spend the weekend in the village. going. مدام intend يبقى I am going to. I am going to spend the weekend in the village. ماشي. تعال بقى نشوف الباراجراف عن kinds of trains. انواع القطارات. kinds انا هقراها لكم طبعا. kinds of trains. trains are considered one of the most important means of transport. القطارات تعتبر واحدة من اهم وسائل المواصلات. هسخر لكم بس شوية كده عشان يبقى باين. there are a lot kinds of trains. يوجد انواع كثيرة من القطارات. the first kind is called اول نوع يسمى express train. that are trains that are the most important ones. اول نوع اللي هو الاكسبريس اللي هو السريع يعني ده يعتبر اهم واحد. they are comfortable and fast. يعني يعتبر مريح وسريع. but انا واقفه فين. but they are very expensive. لكنه غالي جدا. so not all people can avoid them. can afford معلش afford them معناها يتحمل. a f f o r d يتحمل يعني سعره يعني هو غالي جدا عشان كده مش كل الناس يقدروا يتحملوا سعره. so not all people can afford them. the second kind is the economy trains. النوع الثاني اللي هو الاقتصادي. that are very cheap. رخيص جدا. the third kind is called stopping trains that stop in each place and waste time. وبيضيع الوقت يعني بيقف في كل مكان بيقف في كل محطة وبيضيع الوقت اسمه stopping train. the fourth kind النوع الرابع is sleeper trains in which people can sleep. اللي الناس ممكن تنام فيه. and this is the most important ones. trains are very important. القطارات مهمة جدا in our life as هنا معناها because يعني they save time and energy لان هو بتوفر الوقت والطاقة او المجهود يعني. طيب في الفيديو ده سنة تالتة محضرة لكم مفاجأة ان شاء الله هحل معاكم الورك بوك بتاع كتاب المدرسه وانصحك ان انت تروح تستلمه من المدرسه لان هيجي منه ممكن احتمال كبير يجي منه اسئله ان شاء الله للترم الثاني في امتحان اخر العام فهحل معاكم دلوقتي اللي هو انا محضراه هو تشيك يور جرامر اند تشيك يور فوكابولري اللي هو الجزء الاخراني من الورك بوك. شفت الكونتنتس اللي هي المحتويات اللي بتيجي بقى في اخر الكتاب. هنفتح مع بعض الصفحة اللي هي مكتوب عليها اي في شايفينها ديت ارقام لتانية. تعال نحل مع بعض. بيقول check your vocabulary. you can find out information about them. طبعا هتعمل pause للفيديو وبعدين تحل وتشوف انت عامل صح ولا غلط. you can find out information about the monuments of Luxor at the information center. information at the tourist information center. the police station is the next. Was next to the park. you should try snorkeling in Hurghada. tourists like to scuba diving. to go scuba diving. I prefer reading historical stories. I have more school work to do today. A is the place where we can read or borrow books. borrow books طبعا library. I read A about the new story I wanted to buy طبعا review. What kind of story do you recommend of these children to these children? Scientists are trying to develop technology of the future. ماشي سنة تالتة. طيب using technology is essential. Essential means important يعني مهمة. In STEM schools teachers encourage بيشجع الطلبة طبعا دي مراجعة على الترم الأولاني. Encourage students to do project. In STEM schools science lessons aren't the same lessons introduced in usual المعتادة يعني. in STEM schools all lessons are in English كل الدروس بالإنجليزي. some robots dive
underwater to study the sea. Other robots are sent into طبعا volcanoes instead of people because they are dangerous. Personal robots are designed to help people with jobs at home. We use it to cut the grass in garden and parks. طبعا lawn mower اللي هي المكنة بتاعت قطع الحشائش is a large mountain from which the fire and rocks sometimes come out. طبعا volcano. There are a lot of TV channels that will show the final match on air. معايا سنة تالتة. This course will help you to improve your English. تحسن من الإنجليزي بتاعك. It's 42 degrees today. It's very hot. If you go past دي ولا دي طبعا من غير إيه. يعني لو مشيت كده بمحاذاة السوبر ماركت. Please buy me 2 kilos of apples. My friend studies computer programming. علي is a genius math. A genius طبعا at math. Genius زي good وزي bad. تعال نشوف الجرامري سنة تالتة. You A B علي. He isn't too like him. طبعا دي deduction. طب أقمت. You A B Amal's sister. You look very similar. You must. Hala arrived late. I'm not sure. Madam, I'm not sure. طب أمايت. Kamal A spent the week in the country. He hasn't decided yet. مدام لسه ما قررش يبقى مايت. Who is knocking on the door? It A B عادل. He usually returns home at this time. Must طبعا. It's a gold watch. It must be very expensive. That A B a real dinosaur. There aren't any dinosaurs on earth. طبعا كانت ما فيش ديناصورات على الارض دلوقتي. I A B a ride a bike when I was 11. ما كنت يبقى I طبعا في الماضي يبقى كنت. If I was able to solve the problem was I could drive my car, father's car when I was 16 but my brother طبعا مادام في but يبقى انا هعمل اتنين تناقض في واحدة مثبتة هتبقى التانية منفية. After only 3 months he was able to read write and speak English well. He is really intelligent. I was able to fix my computer. This means that I could fix it. هنكمل سنة تالتة مع بعض. جمال could a all his homework by himself. طبعا could do. I wasn't able to carry the heavy box yesterday. Were you able to answer all the difficult question? Yes I أنا فين. Yes I was. He can solve the problem. This means that he has the ability to solve it. Ability معناها قدرة أو قدرة. They asked her a difficult question. Ahmed sent me a nice present. Take off your shoes. Take them off. يعني اخلعهم. Another email was sent to him yesterday. Who can answer this question? I can answer them all. أنا أقدر أجاوبهم كلهم. معايا them all. I bought a mobile phone طبعا for my brother. Here is Ali's book. Can you give it to him? ممكن تدهوله. طبعا I sent him a message. I sent my friend a message. Have you sent her the new book? بس كده. دي كانت الصفحات اللي هي check your vocabulary and grammar on workbook. Please يا سنة تالتة لازم تجيبوا كتاب المدرسة عشان هنحل منه ان شاء الله لان احتمال يجي منه اسئلة في امتحان اخر العام. وبالتوفيق للجميع. ما تنساش تشير لاصحابك وتمنشن لاصحابك على الفيديو دوت لو على الفيس يعني هتشيره. وكمان تفعل زر الجرس وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات. وان شاء الله بالتوفيق للجميع. كانت معكم سوسن سامي من قناة سوسن سامي انجليش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.